Ζωάρα FM. Μούζ μαλ μούζα. ساعة العنوان الأبرز لخطاب رئيس الجمهورية البارح كيفاش شفته؟ العنوان الأبرز، الرسالة اللي حبي يوصلها من خلال الحوار للشعب التونسي. والله تعرفني أنا كلامي بالفلاجي. أنا بالفلاجي. ما عنديش معناها لغة خشبية ولا لغة معناها دبلوماسية. بالفلاجي يقول له يا سيدي راهي البلاد وصلت إلى قمة، هو بارادوكس، قمة من الانحطاط من كل النواحي اجتماعية وسياسية واقتصادية وكل هكذا، وكل دواعي البقاء في السلطة لهذه الحكومة معناها انعدمت، ولهذا معناها أفضل أن رئيس الحكومة والحكومة نتاعو كلها ترح. الجانب الثاني، الرسالة الثانية اللي حبي، وهي رسالة قوية، معناها الباجي مو تعرف ما عنده حنكة متاع العمر والسنين والخبرة. قالوا أنت تحب تلوج على 2019 والحكم تاخذ الحكم، لو عندك الحكم اليوم وريش نجم تعمل به، هاك ما وريش، هاك فشل، معناها سي اون ايفيدونس، هذه مسألة واضحة جلية كذا. تحب 2019 من أجل الحكم. الحكم هو عندك اليوم، عندك عامين تمارس فيه، مش عملت به حد شيء، ما عملت به. ولهذا الاستنتاج المنطقي العادي أنه موش متاعك الحكم. جوهرة FM. موج مع الموجة.